هلا، اهلا وسهلا بيك سناء، لا بأس كده. أنا صحة، عيدكم مبروك ان شاء الله بالصحه الله عليك. والسلامه. مبروك أبشركم على الطاقم التقني. الله يبارك فيك سناء. اليوم غنحضروا الحمد معاك اللحم، ده هنبقي الفقيع غالبا الغنمي الغنمي ياك، اللحم غنصوبوه الغنمي بالفطر الفقيع وبالزيتون. الزيتون. واخا عطينا شنو غنحتاجو. عندنا اللحم، دابا بلا ما تقولي لنا كيلو ولا بلا نص ما كيلو ولا داكشي كيلو، لا اللي جاب الله. جاب الله. نعم عندنا اللحم، عندنا جوج بصلات مشردين، نعم عندنا الملح، الإبزار، نعم الزنجبير، نعم وضامة الزعفران، الملون الاصطناعي ضروري ضروري. وهذيك ضامة الزعفران تبارك الله راه فيها الملون على ايين، شوية يعني كاين الناس اللي كيتخوفوا منه ما يستعملوش. عندنا جوج فصوص ديال الثوم، نعم والماء حسب، نعم ونص كاس الزيت، زيت المائدة. مائدة نعم مائدة ايه مائدة. صافي، هادو هما المقادير. عندنا حك ديال الشامبينيو والزيتون. نعم اذا غنستعملو شامبينيو معلب. شامبينيو المعلب، راه نص كيلو تاع الزيتون ولا رابعة. شمن نوع من الزيتون؟ أخضر، زيتون خضر. أخضر. ندوزو للطريقة ولا تعاود المقادير؟ تفضلي. في إناء نجمع جميع المقادير، نديرو في طنجرة، ناخدو إناء نعم نديرو اللحم، نديرو جميع العناصر كلها إلا الزيتون والفقيع، ونغلقو على الطنجرة حتى تطيب. من بعد عاد نديرو الزيت، من يطيب اللحم ندير الزيت. نعم اذا غنديروا المقادير كامله، ما نديروش الزيت مع اللحم. لا ما نديروش الزيت حتى يطيب لنا اللحم. نعم من يطيب اللحم علاش ندير الزيت؟ نعم علاش؟ باش تدخل التوابل في العناصر فيما بينها. كي ما درناش الزيت ما كيتبخرش الماء، لا كيبقى الماء لا. في الطنجره. كيبقى الماء في الطنجرة، يعني علاش كندير الزيت؟ كيجي بحال مسلوق. لا ماشي مسلوق، غادي يجي زوين. نعم غادي يجي زوين، غنديرو الزيت غادي يدخل فيه العناصر كلها. نعم ومن بعد نديرو الشامبينيون، نديرو الزيتون ونخليوه يتبخر. هاد الأكلة هادي إلا كان من غير العيد ممكن نديروها بلحم آخر أي الغنمية ولا بقري ولا أي لحم. نعم أي لحم. نعم اذا قلتي ان اللحم ديال الغنم حسب الاختيار المقادير. عندنا جوج ديال البصلات مشلضين، غنديروا معها الملحه، الابزار، سكينجبير، ضمه الزعفران، ملون اصطناعي بحسب الاختيار، جوج الفصوص ديال الثومه والماء. غنديروا جميع هاد العناصر هذه في الطنجره ديالنا ديال الضغط، نسدو على اللحم حتى يطيب. من بعد ما يطيب غنضيفوا عليه نص كاس اللي عندنا ديال الزيت، العلبه ديال الشامبينيون، وربعه ديال الزيتون الخضر. طبعا ما فيش العظم، ما فيش العظم. نعم ونخليو هادشي كيغلى حتى كيكش من الماء، حتى كتولي المريقه واقفه، حتى يتقلى ويتحمر. غادي يتحمر ديك الدغميره بوحدها. نعم يتحمر، غادي يتحمر. نقدمو بالصحه والعافيه. نعم نعم. شامبينيون ما عمرك استعملتي العادي؟ لا ما استعملت العادي. الطري كنقطعو طريفات الصغار فو الزيتون، نقطعو طريفات كيجي بحال الدغميره. هذا ديال العلبه، ديال العلبه كنقطعو طريفات صغار وكنديرو كيجي بحال الدغميره. هو اللي كنغم الدغميره كيجي. شكرا لك سناء، كنتي معنا من مدينه الدار البيضاء. نعم واحد الاهداء بسيط، واحد الاهداء. كنشكر العائله ديالي. نعم كنشكر الطاقم التقني، كنسلم على العائله ديالي، عائله فناي، وعلى خويا حمزه الله يجيبه بخير، وعلى اختي رقيه بالديار المقدسه. ونتمنى لهم يزوروا داك المقام بخير، وكاع الحجاج الميامي ان شاء الله. شكرا سناء، كنتي معنا من الدار البيضاء. قدمت لكم هذه الشهيوة برعايه فيري. المربع الاحمر دلوسيور مربع ثقه قدم لكم برنامجكم المفضل.